حضرتك شايف ان طلبات محمد صلاح مشروعه ولا مبالغ فيها؟ عايز اقسم من وجهه نظر انا الشخصيه وبمنتهى الشفافيه والصراحه، عايز اقسم الموضوع لثلاث نقاط، يعني تديني فرصه ان انا اقولهم عشان اتفضل قبل ما اشوف شنطتي. بمنتهى الامانه، محمد صلاح نجم كبير، ومحدش يقدر يقول ان محمد صلاح مش ابن من ابناء مصر، ومحمد صلاح نجم من نجوم منتخب مصر، ومحمد صلاح سفير مصر حتى مش على المستوى الرياضي وكره القدم، تعدى حدود الرياضه وكره القدم، واتينا سعيد في الاربع ايام اللي كنت في روسيا فيهم طول ما انا ماشي ويعرفوا ان احنا من مصر يقول لك مو صلاح. فحاجه اعتقادي الشخصي، لو انا كنت عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم او بره الاتحاد المصري لكره القدم، ليا الحق ان انا افخر واتشرف بحد اسمه محمد صلاح حتى مصري ينتمي لمنتخبنا الوطني. فمحمد صلاح، نروح نرجع، محمد صلاح ابن بار من ابناء مصر، ابن من ابناء منتخب مصر، موهبه فذه، شخصيه رائعه جدا، سفير لمصر في كل المحافل الخارجيه. يعني مش المفروض نزعله ولا نساله، صح؟ دي نمره واحد. فعشان بس نضع الخطوط، النقاط يعني على الحروف. اتفضل. على الحروف بالظبط. نمره اثنين، المهندس هاني ابو ريده، اختلفتي اتفقتي تختلفي معاه في وجهات النظر، تتفقي في عام في وجهات النظر، هو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وهو كبير كره القدم المصريه، وهو عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي، كما نقدر ونحب محمد صلاح وفخر لنا محمد صلاح، هو فخر ايضا لمصرنا. فما ينفعش حد خارج محمد صلاح او خارج جمهورية مصر العربية يقلل من المهندس هاني ابو ريده، اعتقادي الشخصي الكل يرفض ده. هل في حد عمل ده؟ مين قلل الاستاذ هاني ابو ريده؟ اسلوب، يمكن الخطاب اللي وجهه الاستاذ رامي للمهندس هاني ابو ريده حتى على ايميله الشخصي، اعتقادي الشخصي لما اتفقهم طلبات خاصة أو طلبات خاصة بالعمل في أي مجال، أعتقد الشخصي أن الميل الخاص بالعمل هو اللي بيبقى عادة، هو اللي بيبقى يعني تبع عليه كل الخطابات. اللهجة اللي تحدث يمكن بيها مع المهندس هاني ابو ريده عليها تحفظ كبير جدا 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 عليها. أما طلبات محمد صلاح اللي طلع عنها في الفيديو، اعتقادي الشخصي ما فيش واحد فينا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم ولا واحد فينا كمصري مش هيحاول يوفر الهدوء والتركيز لمنتخبنا.